عزيزة معنا مضربة دام الفاكتور، مرحبا بك عزيزة. واخا عزيزة مرحبا. مرحبا، كي دايره عزيزة؟ لاباس عليك؟ الحمد لله. مرحبا لو عزيزة. اليوم معنا عبد العالي الغاوي، اليوم غادي نديروا المفاجأة حنا وعبد العالي وكل شيء. اليوم بغيتي تتصلي باختك في الطليان. مرحبا مرحبا، وتحية كبيرة لكم كاملين، والفنان القادر سي عبد العالي، والفنانة القادرة خصوصا سي الفنانة القادرة لالا نعيمة إلياس، كنبغيها بزاف. شكرا حبيبة. وليكيب كاملة، ليكيب كاملة صراحة. الله يوفقك. الله يخليك الوليد. شكرا، الله يحفظك له، الله يخطيك. شكرا. الو، انت صور باختك بشرى، شنو الميساج اللي بغيتي تقولي لها اليوم؟ بغيت غير نقول لها بانني توحشتها وبانني كنبغيها، وبغيت نقول لها عيد الميلاد سعيد ديالها قرب، لو 14 فيفري عندها يكون ان شاء الله. دونك تنتي دونك تنتي tu penses à elle، وغتقولي لها je pense à toi. بيان، يلا حنا غنتصلوا باختك دابا وغير يسالي ميمي. واخا واخا، شكرا. يلا حنا غنتصلوا بها دابا مباشره، نديروا لها مفاجاه وغير تسالي الاغنيه. طبيعه الحال انت غتدخلي وتهضري معها مباشره من الدار البيضاء ان شاء الله ايطاليا. يلا خليك معنا، كنحاولوا نتصلوا الاخت ديالك بشرى في ايطاليا. يلا حنا كنتسناو ليك. ما قطعوا لنا سير الصولد ايطاليا. بشرى حنا مازال كنتسناوها. فوالا الو. وي السلام عليكم. لاله. وعليكم السلام. مدام بشرى. ايه. ايطاليا. سي. معك إيه؟ عماد من البوسطه ديال الدار البيضاء من المغرب. ياك لاباس؟ لا وكله كل خير ان شاء الله باذن الله. عندي واحد الرساله ديالك هنا، غير بقات عندنا هنا، واش يمكن لي نفتحها باش نقول لك شنو فيها باش نصيفطوها؟ واخا خليك معايا بشرى. ياك عطيني الحرف الاول من البطاقه التعريف ديالك. بطاقة المغرب؟ غير الحرف الأول، غير الحرف الأول. تكون بي اش. صافي هي هذيك، خليك معايا. يا حسين عاوني المسافر بعيد، الغربة والشوق ديما يزيد، عندي رسالة غدا نشاد من كازا حتى للطليان. يا من كازا حتى للطليان، اليوم من كازا عزيزة توحشات حتى بشرى العزيزة. توحشات حتى بشرى العزيزة. تيرالا الو بشرى. الو بشرى. بشرى كي جاتك المفاجاه؟ شنو هذا؟ هذا واحد ليميسيون عندنا هنا في المغرب، انا كيعجبني ومتبعاه بزاف وكنحماق عليه، وبغيت ندوز لك فيه هذا الميساج فهمتي. بغيت نقول لك فيها بانك اختي راك عزيزه عليا بزاف بزاف بزاف، انت التوأم روح ديالي راكي عارفه، كنبغيك بزاف. والله الله يخطيك عليا، الله يخطيك عليا اختي، والله يخليك ليا، والله يعطيك طول العمر ان شاء الله وصحيحه. وبغيت نقول لك ني قريب من داك العيد ميلاد ديالك، بغيت نقول لك عيد ميلاد سعيد لو 14 فيفري ان شاء الله. بشرى. شكرا شكرا بشرى. بشرى وحنا في المغرب بغينا نقولوا لك وهذا بصوت عبد العالي الغاوي تيقول لك اليوم هو اللي هو معنا دابا مباشره. اهلا. لا تبارك الله عليك، وعندك ما تعرضيناش في عيد ميلاد ديالك. ربي يخليك. شكرا شكرا بزاف، مفاجاه زوينه بزاف بزاف. كي داير الجو عندكم في طليان؟ مزيان، كلشي مزيان اخويا. الله يجيبكم على خير وسلمي لي. كنسمع الوليدات الصغار حداك. اييه هذا وليدها رايا انت، والله يحفظو ليها يا ربي. الله يخليه لها. الله يخلي لك رايا انا بوشرى، حتى هو عيد ميلاده في لو
في بغيته بغيت نقول لك عيد الميلاد ديالو سعيد، الله يخلي لينا والله يحفظه لينا تبارك الله عليكم، خلي لك يا ربي ان شاء الله. وشكرا بزاف الطاقم كامل.